السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. الوصفة إن شاء الله اللي هنقدم لكم اليوم كانوا كيديروها لنا والدينا ملي كنا في الدخول المدرسي، كنفطروا بها إن شاء الله وكنمشيو للمدرسة ديالنا، ودابا نديروها لوليداتنا. عندي هنا تشيشة ديال الشعير. المقادير اللي هنحتاج معكم، هاد التشيشة كتجي منوعة وكتجي رائعة وصحية. عندي هنا واحد 3 د المعالق ديال تيشات الشعير الغليظه، وعندي واحد المعلقه ديال الذره الحمراء، وعندي معلقه ديال الذره الصفراء، هانتوما كتلاحظوا واحد المعلقه ونص ديال اللان. كنضيف عليها واحد المعلقه ديال الشوفان، وكنسم هاد التيشه ديالي بثلاثه ديال الضروس ديال الثومه. هي كنثقبهم ما كنقيوهمش، لان كنعرفوا وليداتنا ما كيبغيوش ديك الثومه هكذا كيلقاوها في التيشه. كنخليوها بالقشيره ديالها حتى كطيب وكنزولوها. وكنضيفوا واحد نص معلقه صغيره ديال الزعتر حتى الاخير، وكنضيفوا مع هاد التيشه نص معلقه صغيره ديال النافع البلدي، لان حتى هو فيه فوائد كثيره. وكنديروا شويه ديال الزيت بلديه ومليحه، ما فيهاش شي مكونات كثار، ولكن في نفس الوقت صحيه ومغذيه وتصلح لوليداتنا. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. كنوضعوا قياس طرونس ديال الماء، وكل واحد على حسب الكاين اللي كيبغيها خفيفه ولا يبغيوها قاصحه. كنوضعوا واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود، ما كنديروش الزيت كثيره في الاول لان كنضيفوها حتى الاخر. صافي، وكنضيف المكونات اللي ذكرت لكم، كل شيء بارد في بارد باش ما كتكورناش. وحنا واخدين واحد المغرفه ديال العود، وكنطلقوا هاد المكونات. وتنبقاو مقابلينها بالمغرفه حتى كتقبط الغليه، وعلى عافيه معتدله. كنوضع هاد الضريسات ديال الثومه مع هاد النافع البلدي، اما الزعتر كنخليه حتى الاخر. وكنوضع شويه د الملحه، ما كنكثرش حتى كندق، واحد نص معلقه صغيره. صافي، وكنبقى مقابلها حتى كتعقد معايا وكطيب على عافيه مهيله، وساعه ساعه تنحركوها، ما كنخليوهاش حتى كتلصق. هانتوما كتلاحظوا ملي كنديروا هاد المكونات كلها في الماء بارد كتطلق معنا بسهوله. ايوا نطلقوا ان شاء الله. هي وجدات بعد ما قبلناها تقريبا نص ساعه، وحنا كنقبلوها حتى كدير ديك الرغيوه في الاول وكتقبط الغليه، صافي كنزولوا يدينا ساعه ساعه كندوزو نحركوها وصافي. دابا ها هي وجدات، غادي نضيفوا لها، لان كنخليو الزعتر حتى للتالي. دابا غادي نضيف لها ديك نص معلقه صغيره ديال الزعتر، كنديرها في التالي الا كتفضلوا، الا ما كتفضلوش يمكن لكم تستغناو عليه. وكنضيف واحد جوج معالق ديال زيت العود. صافي، وكنطفي على النار، كنخلي ديك لوغو ديال زيت العود فيها. صافي، وكنخلطو. بعد ما حتى كندوقوها من المليحه، عاد كنصحوا لها الذوق، وكنضيفوا لها هاد الزعتر وهاد شويه ديال زيت العود. الا عندكم شويه ديال الكركاع يمكن لكم تضيفوه في التالي، حتى هو كيعطيها مذاق زوين. صافي، وكنصبوا السميده ديالنا في زليفه، وكنقدموها لوليداتنا ولينا، وكتجي وجبه رائعه وصحيه. هذا هو الشكل النهائي ديال السميده اللي حضرنا لوليداتنا. دابا كنضيفوا عليها واحد المعلقه ديال العسل بلديه، ولا ما تصابتش يمكن لكم تقدموها مع تميرات. وبالصحة والراحة، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد.